بيت صح. الست عندنا حمالة أسية، لأن من بداية الخطوبة يقولوا لها يا بت انت رفيعة، اتخني كده واملي علشان يبقى ينزلوا يشربوها دم ترسة، يأكلوها مفتقة، ايه هو الدم يجيبوا لها من عند العطار، بنت رفيعة كده وعايزينها ايه تملى بقى قبل الجواز، خلاص دي فترة الخطوبة عشان تعرف تضرب جوزها، تخش بقى على الجواز ثواني داخلة حلل طالعة أكل زيادة. فهي من النوع اللي ايه مثلا لو هي من النوع يعني اكل وجع بطني ولا رمي طبيخ تاكل ولا كب فكره ان هم يحوشوا الاكل تاني يوم دي ما مش موجوده، تيجي فتره الحمل لا يعني في بدايه الجواز بقى الاهالي بقى ايه يتصارعوا مين يودي اكل اكتر، كله بيجامل، موضه قديمه وبطلت بس هم لسه ايه في بعض الناس شغالين فيها. البنت حامل لا دي تاكل لنفرين، فتيجي تاكل للنفر التاني، النفر التاني ينزل وهي تحتفظ بكل الاكل في جسمها بتاع النفرين، بتاع النفرين تولد يا اختي، عايزين بقى البت ناكلها كده ونشرب رب عشان تعرف ترضع. الواد يبقى ماشي زي الطور كده في الشارع وهي يا عيني ضربت، ما هي ضربت ليها وله للاثنين للاثنين. انا بوجه لك الكلام ليه؟ عشان بتحبيني يا بدريه، مش حاسه بس هو حقيقي. لا استحق رايك ليه؟ لتحت ربنا يعلم. المهم اللي في القلب في القلب. يلا بينا نطلع.